وهذا يسأل يقول بعض ضعاف النفوس يستعين بالسحر في أمور خاصة مثل الزواج والتعطيل وغيره، نرجو بيان حكم السحر. يعني هل هو يرجع في أنه يريد أن يضر المتزوج وغيره والمتجه إلى أي اتجاه من الاتجاهات، فهو يعمل على أساس أن يمنعه من ذلك أو أن يوقف، لعل هذا هو مطلوبه، أو أنه كذلك يريد أن يعني وقع فيما وقع فيه من هذه من مصائب السحر ويريد أن يلجأ إلى من يعالجه من السحرة. هو يبغى حكم السحر بشكل عام. الحاصل أن المسألة سواء كان إنشاء للسحر أو معالجة للسحر. نعم. فعلى كل حال هذا لا يجوز، والنفس الآن السحر ما هو في الواقع إلا من المعاصي التي يعني تعتبر بعض أهل العلم اعتبروها من الكبائر ومن الموبقات، وقالوا بأن الساحر نفسه حكمه فيما يتعلق بجريمته وبعقوبته حكمه القتل، يقتل لأنه مستحق للقتل، لكن هل يقتل حدا أو يقتل على اعتبار أنه كافر خلاف بين أهل العلم رحمة الله عليهم، لكن إنما ننتهي إلى أننا نقول بأن السحر حرام وأنه من أكبر المعاصي والموبقات، وبناء على هذا فلا يجوز، وإنما ينبغي أن نلجأ في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى وإلى كتاب الله فيما يتعلق بالرقية الشرعية وإلى ما ورد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن نقتصر على الرقية الشرعية والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى قادر على رفع الأمراض وآثار السحر وغير ذلك. نعم. من الأمور الضارة بعباد الله.